السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالتوفيق للجميع إن شاء الله. بطولة الجمهورية تحت 20 سنة، المجموعة الأولى سباق 100 متر شباب، بالتوفيق للجميع إن شاء الله. انطلق شباب سباق 100 متر تمهيدي المجموعة الأولى، بالتوفيق للجميع إن شاء الله. انتهت المجموعة الأولى سباق 100 متر المجموعة الأولى تمهيدي، بالتوفيق للجميع إن شاء الله.